بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على بروتوزوا اسمه الايزوسبورا بيلي. بدايتنا مع الترمينولوجي، كلمه ايزو معناها متطابق، كلمه سبورا نسبه للسبوروسيست. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان هذا البروتوزوا هيحتوي في داخله على عدد متماثل من السبوروسيست عشان كده اطلقوا عليه ايزوسبورا؟ بالظبط. ولما نيجي ناخدها في المورفولوجي هقول لك ده البروتوزوا اللي كل حاجه في ايزو، ده البروتوزوا اللي اسمه فاضح المورفولوجي بتاعه ايزوسبورا، ونقولها في اوانها مع المورفولوجي بعد عده دقائق. كلمه بيلي دي جايه من كلمه بيليوم، بيليوم يعني الحرب. طب هو ليه اتسمى بالبروتوزوا بتاع الحروب؟ القصه بتاعته ان ايام الحرب العالميه الاولى هذا البروتوزوا كان دايما في الشرق الاوسط، الجندي يتصاب من هنا يجوا يعملوا له الاجراءات الطبيه اللازمه يلاقوا بداخله هذا المخلوق، عشان كده اتسمى بالبروتوزوا بتاع الحروب البيلي، الايزوسبورا بيلي. مين اللي اكتشف هذا الايزوسبورا بيلي؟ العالم فيركاو. فيركاو ده انت هتسمع اسمه في كل حته، سواء كان باثولوجي، سواء كان مايكرو، سواء اناتومي، سواء جراحه، كل مادة في الدنيا هتسمع عندها اسم العالم فيركاو. ليه؟ فيركاو ده ليه حوالي 18 اكتشاف في الطب، وكان منهم اكتشاف بعد ما مات اللي هي اللارجد ليفت سوبرا كلافيكولار جلاند اللي اطلق عليها بعد كده الفيركاو جلاند، والقصة نبقى نحكيها فيما بعد علشان الوقت. تعالى بقى نتكلم على الايزوسبورا بيلي بشيء من التفصيل. هو الايزوسبورا بيلي ده بروتوزوا ولا بيت شعر؟ بروتوزوا، واي بروتوزوا بيمشي فيه بيستنبط المكان، المورفولوجي، لايف سايكل وديزيز. نتكلم على الايتمز بتاعت المكان. اين يوجد الايزوسبورا بيلي حول العالم؟ هتلاقيه في اي حته في الدنيا، وتحديدا في الناس اللي مناعتهم واقعه، الاميونو سبريزد بيشنت. يا ويلك تبقى انت امك داعيه عليك لو انت اميونو سبريزد بيشنت وجالك الايزوسبورا بيلي فيتال كونديشن، وهنشوف اعراضها لما نتكلم على المرض. طيب انا ان شاء الله هلاقي الايزوسبورا بيلي قاعد في انه كائن حي؟ من هو الديفينيتيف هوست الذي يحتوي الايزوسبورا بيلي؟ الانسان. السؤال الثاني، هل هقدر اشوف الايزوسبورا بيلي داخل اي كائن حي اخر؟ الاجابه لا. لذلك هل اقدر اسميه ان هو بروتوزوا مجبر يعمل اللايف سايكل بتاعته داخل الانسان، واللايف سايكل بتاعته لا تتم الا في وجه الخصوص والتحديد داخل الانسان؟ ده بالظبط اللي هنقوله على الايزوسبورا بيلي. اتس ان اوبليجاتوري اند سبيسيفيك بارازايت. اوبليجاتوري، مجبر يعمل اللايف سايكل بتاعته في الانسان. سبيسيفيك، دوره حياته لا تتم الا في وجه الخصوص داخل الانسان. طيب اين يسكن الايزوسبورا بيلي داخل المان؟ هتلاقيه قاعد في السمول انتستين، وللاوائل بيبقى موجود اكتر في الابيسيليوم بتاع الديودينم والجيجنم، اول منطقتين في السمول انتستين. تعال نتكلم على المورفولوجي. علمتك الاسطمبه اللي بنمشي بيها مورفولوجي، اي بروتوزوا عندنا اس اس سي، السايز والشيب والكونتنت. السايز بتاعه من 25 ل 15، الشيب بتاعه تعال نشوفه اهو، هو اوفر قليلا فبنقول اوفويد. بالنسبه للكونتنت هفصلها لك، ده البروتوزوا اللي كل حاجه فيه ايزو، ده البروتوزوا اللي اسمه فاضح روحه. بص معايا، كل حاجه فيه ايزو، ومش هو اسمه ايزوسبورا؟ يعني فيه كيسين من السبوروسيست اهو، ادي كيس وادي كيس، كل كيس بيحتوي على 4 سبوروزويت، يعني كل حاجه في ايزو اهو، حتى كمان اللي جوه الكيس متطابق. فهو البروتوزوا اللي كل حاجه فيه ايزو. اول حاجه بيتكون من كيسين من السبوروسيست متطابقين تماما، عشان كده تسمى ايزوسبورا، حتى اللي جوه الكيسين متطابقين. هنا بيحتوي على 4 سبوروزويت الكيس الاول، والكيس الثاني بيحتوي على 4 سبوروزويت. الكيسين دولت متحوطين بسيل وول، وتبقى هي دي الخلية والأوسيست بتاعت الايزوسبورا بيلي.
نقولها تاني، في عجالة الايدوس بورابيلي السايز بتاعه من 25 في 15 مايكرو، الشيب بتاعه اوفويد قليلا. بالنسبة للكونتنت هو البروتوزوا اللي كل حاجة في ايزو، هو البروتوزوا اللي اسمه فاضح روحه. ما معنى كل حاجة في ايزو؟ يعني هتلاقي كيسين حتى اللي جوه الكيسين متطابقين في العدد. ما معنى ان اسمه فاضح روحه؟ هو اسمه ايزو سبورة، سبورة نسبة للسبوروسيست، يحتوي على كيسين متطابقين تماما من السبوروسيست. ادي الكيس الاول وادي الكيس الثاني، عشان كده هو اسمه ايزو سبورة. يبقى من اسمه ايزو سبورة، بيتكون من كيسين من السبوروسيست، ادي كيس وادي كيس. كل كيس بيحتوي على 4 سبوروزويت اللي هو بطل اللايف سايكل. عشان كده حتى لما جم يسموا هذا المخلوق اسم تاني سموه داي سبوروسيستك، يعني كيسين من السبوروسيست، تترازوتك يعني كل واحد فيهم بيحتوي على 4 سبوروزويت. تعالى نتكلم على قصه اللايف سايكل بتاعه الايزوسبورا بيلي، وهي نفس القصه اللي حكيناها تقريبا في الكريبتوسبوريديوم، اللي هي قصه المعلم عبده والواد زعبله، مع اختلاف ان البروتوزوا اللي هيبقى جوه الانتستين بتاعه المعلم عبده هيبقى الايزوسبورا بيلي. يلا بدون اي مقدمات هنعيد القصة مرارا وتكرارا عشان تثبت في دماغك. يلا نبدأ. كان يا مكان في سالف العصر والزمان، كان عندنا راجل فاتح محل فول وطعمية اسمه المعلم عبده. المعلم عبده كان بيحتوي في الانتستين بتاعته على الايزوسبورا بيلي. اللي حد يفكرني بالمورفولوجي بتاعها كان عامل ازاي؟ مين اسمه ايزوسبورا؟ بيكون من 2 سبوروسيست، كل سبوروسيست يحتوي في داخله على 4 سبوروزويت، وفي النهاية الكيسين اللي اسمهم سبوروسيست متحوطين بسيل وول. نكمل قصتنا. في احد الايام اللطيفة كان المعلم عبده منهمك في شغله، حس انه عايز يعمل ديفيكيشن. هل هيتطعز من قصة الكريبتوسبوريديوم ويروح يعمل ديفيكيشن في الباس روم؟ لا طبعا، ما يبقاش المعلم عبده هيعمل نفس الفكرة وهيقول في دماغه امال ايه لازمة الشجرة اللي ورا المحل، هيروح جاي عامل ديفيكيشن ورا الشجرة، مش هيغسل ايده، هيعمل للزباين فول وطعمية بطعم الايزوسبورا بيلي. احد الزباين اللي اشترى منه كان الواد زعبلة. الواد زعبلة متعص من التسمم بالكريبتو، وقرر انه يشتري من نفس الراجل اللي اسمه المعلم عبده. قال له يا معلم النبادي كله تمام؟ قال له يا ابني عيب عليك، انت النبادي هتاكل فول وطعمية عمرك ما كلت زيهم قبل كده. وفعلا المعلم عبده معاه حق، لان هذا الفول والطعمية عليه هدية فوق البيعة اسمها الاووسيست بتاعة الايزوسبورا بيلي. نبدأ الفصل الثاني. يبدأ بتناول الواد زعبلة لسندوتشات الفول والطعمية، عمال ياكل، فنزل في الانتستين بتاعته الاووسيست اللي اسمها داي سبوروسيستك تترازوتك اووسيست. الاووسيست دي السيل وول بتاعها هيتكسر ويحصل لها عملية اسمها اكزي سيستيشن. يعني ايه اكزي سيستيشن؟ يعني السبوروسيست هيحصل له بوم ينفجر ويطلع مكوناته من السبوروزويت. السبوروزويت اللعبة الوحيدة اللي بيلعبها، بيعمل انفيجن للانتستينال ايبيثيليوم. اثناء هذا الغزو بيروح جاي مغتال الفيلاي، عامل دمج في الفيلاي. دلوقتي هو دخل جوه الانتستين سيل. في هذا المنظر اللي قدامك السبورو زويت بتاع الايزوسبورا بيلي بيبقى انترا سيتوبلازميك وانترا سيلولر. هنا بحلف له ان هو والله انترا سيلولر، وبرضه هو جوه السيتوبلازم، حدود السيتوبلازم اهو. طيب بعد ما عمل هذا الاغتيال ويعمل يعمل دامج في الفيلاي، هيعمل مالتيبلاي في البدايه اسيكسوال بعمليه اسمها شيزوجوني، بيطلع منها كائن زي ما قلنا اسمه الميروزويت. الميروزويت ده حفيد السبوروزويت، فهيعمل نفس السايكل اللي عملها السبوروزويت بالتيبيكال في انتاكت فيلاي ويكسرها، برضه بيقعد يغتال الفيلاي ويفجرها. وجزء تاني من الميروزويت بيحصل له سيكشوال مالتي بلاي اسمه جاماتوجوني. جاماتو بالنسبة للجاميتات، جوني يعني تصنيع. فبيتكون عندي ميل وفي ميل ماتيريا يتحدوا مع بعض ويكونوني زيجوت. يلا اللي نايم يصحى سنة وبعدين ينام تلا، ده اهم حتة في الموضوع.
يا شباب الزيجوت بتاع الايزوسبوره زيجوت خايب، وقت ما يحصل له ديفلوب بيتحول لاوووسيست ما فيهاش ولا سبور. طيب وهل الراجل ده هيقدر يعمل اي انفيجن للسمول انتستين وهو ما عليهوش اي سبوروزايت؟ لا طبعا، لذلك اتسمى اماتيور ان سبوريوليتد اوووسيست. طب ايه مصير الراجل ده؟ هل هو من غير السلاح بتاعه يقدر يعمل لي اوتو انفكشن؟ اكيد لا طبعا، فده البروجرام اللي ربنا خلقه بيه انه هينزل مع الستول بتاع الواد زعبولة ويحصل له خارج الجسم عملية اسمها سبورو جوني. السبورو جوني دي جوني يعني تصنيع، وسبورو اللي هي تكوين السبور، ويتحول للماتيور سيست. عايز اقول لك على ملحوظة في غاية الاهمية، عندنا زيجوتين، زيجوت بتاع الكريبتو وزيجوت بتاع الايزوسبورة. مين الزيجوت الشاطر؟ بتاع الكريبتو، لانه بيتكون لي ماتيور اوسيست فيها سبوروزويت، فتقدر تسبب لي اوتو انفكشن وتقدر تقول لزعبولة زعبولة انا هعديك من جوه. اما بالنسبة للزيجوت اللي معانا النهاردة بتاع الايزوسبورة، ده زيجوت خايب. ليه؟ لان لما يحصل له ديفلوبمنت بيبقى اماتيور اوسيست ما فيهاش ولا سبوروزويت ام سبوريوليتد. وهل يستطيع ان يضرب اي حد من غير السلاح بتاعه اللي اسمه سبوروزايت؟ لا، فمش بيسبب لي اوتو انفكشن. فالايزوسبورابيلي بيقول لزعبولة يا زعبولة انا مش هعديك من جوه. دي طريقة تحفظها بيها. الطريقة التانية عشان ما تتنسيش، زميل قال انا ممكن اتلخبط مش هقدر افتكر مين اللي بيعمل لي اوتو انفكشن ومين اللي مش بيعمل. هي يقدر بالانجليزي يعني ايه؟ يعني كان. طيب هو مين البارازايت اللي بيبدا بحرف السي؟ الكريبتوسبوريديام ولا الايزوسبورابيلي؟ طبعا الكريبتوسبوريديام. يبقى الكريبتوسبوريديام كان بيوتو انفكتد. السي مع السي، ما تنسهاش ما حيت. تاني هنعيد القصة يا شباب، معلم عبده ده راجل بتاع فول وطعمية، جواه الايزوسبورابيلي عمل الديفيكيشن، ما غسلش ايده، ادى الواد زعبولة السندوتشات، داخل جسم زعبولة وهو بياكل السندوتش نزل الاوسيست وبدأت تضرب قنابل على السمول انتست. اول حاجة الكيس اللي اسمه سبورو سيست انفجر، حصل له عملية اسمها اكزي سيستيشن، يعني المحتويات اللي جواه خرجت وطلع القنبلة الموقوتة اللي اسمها السبوروزويت. السبوروزويت عمال يعمل انفيجن للسمول انتستين هنا، هو هو عمال يعمل انفيجن، عمال يكسر فيلاي، وهو بيكسر الفيلاي دخل جوه الخليه، بقى انترا سيتوبلازميك انترا سيلولار، داخل الخليه بيقعد يتكاثر ويحصل له ملتيبلاي اسيكشوال شيزوجني. الكائن اللي بيطلع من عمليه الشيزوجني اسمه الميروزويت. الميروزويت هو حفيد السبوروزويت، عنده مصيران. المصير الاول انه يكرر نفس الخطوات اللي عملها جده ويقعد يكسر في انتاكت فيلاي، يقعد يختلف في الفيلاي. والمصير الثاني انه يكون لي الفيميل وميل ماتيريا ويتكاثر سيكشوالي بطريقه اسمها جاماتوجني، يتكون الزيجوت الخايب. الزيجوت ده خايب لانه في النهايه هيكون لي اماتيور اووسيست ما فيهاش ولا سبور. وهي الدبابه هتقدر تضرب من غير قنابل؟ لا طبعا، فالدبابه اللي معايا دي مش هتقدر تعمل اوتو انفكشن عشان هي انسبوريوليتد. البروجرام اللي ربنا خلقها ليه هتطلع مع الستول للانفايرومنت، يحصل له عملية تكوين سبورز سبورو جوني ويتكون في داخله السبور. الملحوظة المهمة في الايزوسبورة بدي، مين اللي بيقول يا زعبولة انا هعديك من جوه؟ الكريبتو. مين اللي بيقول يا زعبولة انا مش هعديك من جوه؟ الاماتيور اوسيست بتاعة الايزوسبورة. ليه قال كده؟ لان الايزوسبورة زيجوت خايب. الراجل ده بيعمل ديفرنشيشن لحاجه اماتيور، حاجه ما فيهاش القنبله الموقوته اللي اسمها سبوروزويت، فمش هيسبب اي انفكشن. طب بالنسبه للتاني الكريبتو، الكريبتو الزيجوت بتاعه ناصح، بيتحول لماتيور اوسيست جواه سبوروزويت، والسبوروزويت كده الدبابه معاها القنابل بتاعتها، فهتقدر تعمل لك اوتو انفكشن. الكريبتو بيقول لزعبولة يا زعبولة انا هعديك من جوه. الايزو بيقول لزعبولة انا اسف انا مش هقدر اعديك من جوه.
وحفظتها للاجيال بطريقه سهله جدا، السي مع السي. الكريبتو كان بيوت وانفكتد، لا تنساها ما حييت. تعال نتكلم بقى على الملاحظات اللي بنقولها كل مره اللي هي النوتس بتاعتنا. عاوز اعرف مين هو الدياجنوستيك ستيج، يا ترى انا هشخص المرض اللي بيسببه الايزوسبورا بيلي ازاي؟ بشخصه بالاوسيست بتاعته اللي هي بتنزل لك مع الاستول انسبوريوليتد اما تيور، فانت بتاخدها على الشريحه من الاستول مباشره وتفحصها. طب نفرض انك انتظرت على الشريحه من يومين لثلاث ايام، الاوسيست هيحصل لها ماتوريشن وهتشوف تحت الميكروسكوب الماتيور اوسيست، يبقى انت الدياجنوستيك ستيج بتاعتك الاوسيست سواء هي ماتيور او ام ماتيور هتشوفها. طب الواد زعبول اتعدى ازاي؟ انه كل فول وطعميه كونتامينيتد بالاوسيست بتاعه الايزوسبورا بيلي اللي اسمها ايه؟ داي سبور وسيستك تترازوتيك اوسيست. وانت طبعا متوقع كده، احنا بنتكلم في بروتوزوا، خليه واحده هي اللي بشخص بيها وخليه واحده هي اللي هعمل بيها انفكشن مهما اختلف شكلها تظل خليه واحده. طيب ايه هو المود اوف انفكشن؟ يا اما بتستنشق الاوسيست بتاعه الايزوسبورا بيلي باي طريقه، او يا اما بتاكلها مع اكل ملوث او الدبان بتاع البيت ينقلها لك من ستول شخص مصاب بالايزوسبورا بيلي للاكل بتاعك، اهو كونتامينيشن اوف فود اور درينك ويز الهيومن فيكس. وتاني حاجه ان الفلاي تنقلها ان دايركت. اهم ملحوظه في الايزوسبورا بيلي ذير از نو ترانسميشن باي اوتو انفكشن. ليه؟ از الاوسيست تيكس من يومين لثلاثه لحد ما يحصل لها ماتيور اوتسايد اوف ذا بودي. يبقى الايزوسبورا بيلي بيقول للواد زعبولة انا اسف انا مش هقدر اعديك من جوه، اما الكريبتو بيقول لزعبولة يا زعبولة انا هعديك من جوه. حفظتها للاجيال السي مع السي. الكريبتو سبوريديوم كان بيوت وانفكتد، لا تنساها ما حييت. تعال نتكلم عن المرض اللي اسمه الايزوسبورييزيس. طبعا بنتكلم على باثوجينيسيس وسيمتومز ودياجنوز وتريتمنت. قبل ما ابدا اتكلم عليهم عايز افتكر معاك ازاي انا بعمل تشخيص للايزوسبورييزيس. بدور على ايه؟ باخد عينه من الاستول ادور فيها على الاوسيست بتاعت الايزوسبورا بيلي. طيب الاوسيست دي هي في حالتين، وانت اول ما خدت الشريحه وفحصتها هتلاقي اما تيور. حطيت الشريحه عندك من يومين لثلاث ايام هتيجي تبص تلاقي الاسبوريوريتد اوسيست هي اللي قدامك، فانت بتعمل دايجنوز بالاوسيست سواء اماتيور او الماتيور. طيب بالنسبه للواد زعبوله ايه اللي عداه؟ ايه هو الانفكتيف ستيج الجاني بتاعنا؟ برضو الاوسيست ولكن بتبقى الماتيور. طب ان شاء الله الواد زعبوله بيتعيد ازاي المود اوف انفكشن؟ يا اما بيشتري فود كونتامينيتد بالاوسيست زي الفول والطعميه بتاع المعلم عبده. تاني حاجه ان الدبانه تنقل الاوسيست دي من الاستول بتاع المعلم عبده للاكل بتاع الواد زعبوله. دي طريقه اندايركت بتتم عن طريق الفلاي، او انه باي طريقه يستنشق الاوسيست بتاعه الايزوسبورا بيلي. تمام، هل الايزوسبورا بيلي كان بي اوتو انفكتد؟ الاجابه نو. ليه؟ عرفنا ان الزايجوت خايب بيكون اماتيور اوسيست، وحفظتها لك بطريقتين. الطريقه الاولى ان السي مع السي الكريبتو كان بيقوت وانفكت، اما الايزو ده مش بتبدا بحرف السي فهي مش بيحصل لها اوتو انفكشن. تاني حاجه حفظتها لك بطريقه تانيه ان ممكن تقول الكريبتو بيقول للواد زعبوله يا زعبوله انا هعديك من جوه، الايزو بيقول لزعبوله انا اسف انا مش هعديك من جوه. يلا نخش على العناوين بتاعتنا. ما هو الباثوجينيسيس بتاع مرض اسمه ايزوسبورييزيس؟ الانفيجن بتاع السبوروزويت للانتستاينال ايبيثيليوم، فيروح جاي السبوروزويت مغتال الفيلار يعمل دامج للفيلار، وبكده يحصل عندك الاعراض الاتيه. السيمتومز بنقسمها لعيان المناعه بتاعته كويسه اميونو كومبيتنت، وعيان المناعه بتاعته سبريسد اميونو كومبريسد. العيال المناعة بتاعته كويسة، والله لو أصيب بالأيزوسبورا بيلي هيبقى غالبا أسيمتوماتيك،
وحتى لو حصل له شويه سيمتومز هيبقوا سيلف ليمتنج. يعني ايه سيلف ليمتنج؟ يعني هيقعدوا اسبوع او اسبوعين بالكتير ويختفوا. طيب الاعراض السيلف ليمتنج دي هتظهر لك على ايه؟ شويه ديارريه، شويه ارتفاع ضئيل جدا في درجه الحراره، لو جريد فيفر، شويه كوليك وديستنيشن، وانتفاخ اللي هو فليتونز. طب لو العيان ده بقى اميونو سبريزد، العيان الاميونو سبريزد يا ويلك تبقى امك داعيه عليك، فيتال كونديشن، هيحصل لك سيفير ضياريه، هيحصل لك برولونجد فيفر، والايزوسبورا بيلي قاعد جوه الانتستين عمال ياكل الاكل بتاعك، فبيحصل لك لوس اوف ويت، ونتيجه لاغتيال الفيلاي هيحصل لك مال ابزوربشن. تعالى نتكلم على الدياجنوز بكل بساطه. الدياجنوز يا اما كلينيكال تقعد تتكلم شويه مع العيان وتاخد منه هيستوري، يا اما لابوراتوري تفحص الستول بالكونسنتريشن او الدايركت ميثود. ما عرفتش تشوف الاوسيست هتستخدم صبغه اسمها زل نيلسولستين، وافكرك انت في الستول قد تشوف الاماتيور لو انت فحصت الشريحه بسرعه، استنيت من يومين لثلاث ايام هتشوف الماتيور اسبوريوليتد اوسيست. طب نفرض ان الستول ما جاش معاك نتيجه، عندك طريقتين تانيين انك تعمل ديتكشن للايزوسبورا بيلي بطريقه اسمها ديودينال اسبيريشن، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في النيماتود، لا تقلق انا هاجلها دلوقتي ونشرحها في اوانيها مع النيماتود. طيب بالنسبه للطريقه الثانيه انك تاخد عينه من الانتستين عشان تشوف شكل الليجن اللي سبوروزويت عامله عامل ازاي، وتشوف شكل المخلوق بالبيوبسي اللي انت خدتها بالاتش ان دي. طيب عايزين نعمل تريتمنت وخصوصا للعيان الاميونو سبريزد، بديله كومبلكس من الادويه، دوايين مع بعض، البايري ميسامين مع السلفا بايزاين، وتديله ممكن تديله برضو تراي ميسو برايم مع السلفا ميسكزول، وعشان تعالج الدي هايدريشن اللي بيحصل نتيجه المال ابزوربشن بتعمل له سبورتيف تريتمنت بفلويد، ياخدوا اي بي او ياخدوا اورال. تعالى نتكلم على اخر عنوان في الايزو سبورا بيلي، هو البريفنشن اند كنترول، كيف تكون نظيفا، اهم عنوان لك انت اخلاقيا، قواعد النظافه. الليسته اللي قدامك دي هي نفس الليسته من درس الكريبتوسبوريديوم، ولكن تعالى نقولها تاني نتذكرها مع بعض. اهم حاجه دايما الكتاب بيكتبها في الاخر الهيلث اديوكيشن، يعني بليز افويد الديفيكيشن ان ذا سويل، ما تعملش ديفيكيشن ورا الشجره، في باث روم، تعلم النظافه في مكان مخصص انك تعمل فيه ديفيكيشن هو الباث روم. وكمان يعني بليز بعد الديفيكيشن واش يور هاند، تعلم النظافه يا معلم عبده، انا مش عايز اذكرك تاني في المنهج، يعني بليز كفايه عليك الدرسين دولت، كفايه عليك الكريبتو وكفايه عليك الايزو، بليز مش عايزينك تعمل ديفيكيشن تاني ورا الشجره. نكمل بقيه الليست، تعمل تريتمنت للبيشنت، الواد زعبولة تعالجه، والاهم من كده تعالج المعلم عبده، مش عايزين نسمع اسمك تاني يا معلم، خلاص يعني يكون بقى كده نتعلم مع بعض قواعد النظافه، تعالج البيشنت وتعالج الكارير اللي هو المعلم عبده، وتقول لوالدتك لما تيجي تعمل الاكل تغسله كويس وتطبخه كويس، بروبر واشنج اوف فيجيتابلز، الميه تشتريها ميه نظيفه. وهنا تعليق، يعني لا داعي انك تلقي القاذورات في الميه، يعني حافظ على نظافه الماء، الميه دي ممكن غيرك يشربها وتسبب له اي بارازايت انفكشن، فبليز خلي الميه بتاعتك نظيفه، ولما تشتري ميه اشتري ميه نظيفه. المجاري اصرفها كويس، بروبر سويج ديسبوزل. ونصيحه للفلاحين، avoid using the human etc اللي هو الستول as a fertilizer، يعني بليز انت مش ضامن البارازايتس اللي موجوده فيه، يعني بلاش تستخدم الستول بتاعك كسماد، يعني شوف سماد عادي واشتريه، او لو انت حابب تستخدم ستول احرص انه يكون موجود في الشمس مده لا تقل عن اسبوعين، وتقتل الفلاي اللي هي الفلاي كنترول، واهم حاجه بعدها تاني الهيلث اديوكيشن يا شباب. القواعد اللي انت كنت بتشوفها على كتب المدرسة زمان، يعني بليز التزم بيها، القواعد دي يعني مهمة جدا، اللي هي تعلم كيف تكون نظيفا،
وكده يبقى خلصنا الايزو سبورة بنين.